لو طفيتها بالريموت فقط وبقت اللمبه هذه شغاله، هل يصرف او ما يصرف؟ راح تلاحظون الان هنا له صرفيه قليله جدا، يعني اقل من 1 واط، تقريبا نصف واط. تلاحظون الرقم هنا، هذا مجرد وضع ستاند باي اللي هو استعداد، يعني صرفيه اللمبه مع نظام التشغيل اللي مستعد، فيصرف تقريبا نصف واط او الربع. لو جينا على الرسافر الان هو في وضع تشغيل يصرف 12 واط، لكن لو قفلنا وصلنا الكهرباء يصرف 6 واط. فالرسافر وهو طافي صرفيته تعتبر عالية، يعني 6 واط وهو طافي. فالأفضل فصل الرسافر عن الكهرباء وليس مجرد تطفيه من هنا. الميكروويف إذا هو طافي والساعة شغالة هل يصرف أو لا؟ هذه صرفيته 2 واط 2.2. هذه صرفية الميكروويف وهو طافي مجرد شغل الساعة. مثل ما ذكرت الأجهزة اللي في وضع ستاند باي اللي تشتغل بالريموت هذه لها صرفية ضئيلة وإن كانت طافية. طبعا الرسافر طلع أكثر صرفية من التلفزيون. أما بقية الأجهزة